زي ما انتم شايفين ورايا ده احتفال المصريين بعيد الاضحى المبارك. تعالوا نشوف هما بيعملوا ايه. طبعا كل ده تحت رعاية الجالية المصرية في اوكرانيا البيت المصري. كل طيب وكل عام وانتم بخير وعيد مبارك عليكم. عاد الله علينا وعليكم بالخير واليوم والسلام. بس انا ما هتحطوها على المرلي بقى. واحد سكه. عيد مبارك يا حب. كل واخد سندوتشه وما شاء الله يعني مستنينا مش مستنينا من اللحمه تخلص. لا كله على طول كده واخد السندوتش على طول. كله بدا ياكل كمان. بس احلى حاجه الجو الحلو. الجو حلو كده والناس بس هاد السيخ ده اقلب ايه يا عم. طبعا بقى جو المصريين بقى اللي بقول لك ما بيمسكش الكباب. كل واحد بقى يعمل معلم على التاني وبتاع. طبعا ده هيرمي مش عارف ده ايه بين بطاطس. بطاطس اه بطاطس. وهو ده العيد بتاعنا. طبعا المنطقه اللي احنا فيها ديت منطقه اصلا في وسط الغابه وفيها اماكن زي دي كده الناس بتاجرها عشان خاطر تيجي تشوي فيها. لان هنا في اوكرانيا في كييف كان الاول في اماكن كتيره ممكن انك تشوي فيها. الوقت عاد في اماكن مخصصه بس انك تروح تشوي فيها. كنا الاول ممكن نطلع على النهر او نطلع في اي مكان عشان خاطر ان احنا نشوي. دلوقتي ممنوع. يعني عاد في اماكن زي اللي انتم شايفينها كده. طبعا لو احنا مشينا قدام شويه كده هنلاقي فيه زي بارك تاني الناس بتبقى قاعده فيه وفي اطفال وكلام من ده وكده. بس هناك ممنوع انك تشوي او ممنوع انك تشعل نار او كلام من ده او كده. قدام على طول قدام الغابه اللي احنا قاعدين فيها في اذره زي دي او بحيره زي دي كده. طبعا الناس بتيجي تقعد عليها كده وايه وفي ناس زي الاطفال اللي هناك دول وفي ايه تاني في ناس بتصطاد. فاهمين منطقه حلوه. المنطقه دي في كييف على حدود المدينه مش داخل المدينه على حدود بره شويه. بس احنا متجمعين هناك. المهم يا شباب حبيت اقول لكم ده فيديو صغير بسيط عن احتفال المصريين في اوكرانيا كبداية ليا ان انا ارجع ان شاء الله اليوتيوب. فاتمنى ان انتوا تدعموني في القناة وتعملوا لايك وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل جديد. واتمنى اتمنى اتمنى ان انا ارجع وبقوة ومش هرجع ولا بقوة الا بكم وبكومنتاتكم الجميلة وفي نفس الوقت بتعليقاتكم. انتوا عايزيني وفي نفس الوقت بتعليقاتكم انتوا عايزيني انشر ايه الايام الجاية. اشوفكم على خير. مع السلامة.